إذن مشاهدينا نعود بحضراتكم إلى أجواء تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، فينضم إلينا الزميل أحمد زكريا. أحمد، طبعا كنت أشير في السابق إلى أنه هذا الفوز التاريخي وهذا الانتصار والحصول لأول مرة على هذه البطولة يتوج موسم مهم للسيتيزن، كيف انعكست هذه الأرقام المهمة وفي الواقع أرقام تاريخية تكتب للمانشستر سيتي على أجواء الاحتفالات عندك؟ مساء الخير. من بعد التحية طبعا كما تشاهدون من خلفي الآن جماهير السيتي اليوم تحتفل وفي هذه الأثناء بهذا الانتصار، طبعا كما تشاهدون فرحة جماهير مانشستر سيتي جميعا، هم يرددون هتافات النصر في هذه الأثناء، خرجوا قبل قليل من الملعب. نحن في المكان المخصص طبعا لجماهير مانشستر سيتي، غوارديولا فعلها الثالثة طبعا الثلاثية له، الدوري الإنجليزي عفوا، وأيضا كأس الاتحاد الإنجليزي، والآن كأس نهائي أبطال أوروبا. أجواء حماسية جدا، هذا الأمر طبعا انعكس بشكل كبير وبشكل إيجابي جدا طبعا، جاء ضمن يعني التوقعات بأنه النهائي وكأس يعني نهائي أبطال أوروبا سيذهب طبعا لمانشستر سيتي، علما بأنه لو عدنا قليلا إلى المباراة التي بدأت في تمام الساعة 10 بتوقيت تركيا، كان هناك طبعا رغم الاستحواذ الواضح في المباراة في شوطها الأول والثاني لمانشستر سيتي بنسبة 77%، لكن كان انتر ميلان كما تشاهدون طبعا وتسمعون هذه جماهير مانشستر سيتي، طبعا بالنسبه كانت الاستحواذ واضح لمانشستر سيتي، لكن كانت الخطوره واضحه بالنسبه للانتر ميلان، وبشكل عام الفريقان طبعا في الشوط الاول وفي الشوط الثاني اضاع الكثير من الفرص، لكن غوارديولا طبعا قالها ووضع بصمته وقال طبعا قبل المباراه بساعات بانه سيحقق الحلم من مدينة اسطنبول ومن استاد أتاتورك الأولمبي، علما بأنه أيضا يعني مدرب إنتر قال بأنه سنكتب التاريخ، لكن لم يكتب التاريخ وطبعا حصل على الوصافة في نهائي أبطال أوروبا. إذن الأجواء حماسية صحيح، وأحمد هو بالمناسبة ما أشار إليه مدرب، وهذا الأمر كما نشاهده طبعا الآن في هذه الأثناء ما أشار إليه المدرب السيتيزن فيما يتصل بثقته بالحصول على البطولة اليوم، أراه منعكسا حتى في الجماهير خلفك، يعني يبدو أنها تخرج من الاستاد وهي مطمئنة، كانت تعلم أنها سوف تصل لهذه النقطة على ما يبدو. نعم بالفعل، يعني كما أشرت بأنه المباراة شكل الإنتر خطورة واضحة رغم الاستحواذ ورغم يعني الوجود والضغط من قبل السيتي في طبعا في وأضاع فرص كثيرة، ولكن في لحظات ومطارح كثيرة من المباراة كان له حضور واضح واستغل طبعا ما أهدره الإنتر من فرص، ولكن بعد تحقيق الهدف الأول بدأت علامات الارتياح واضحة طبعا على لاعبي مانشستر سيتي، وبالتالي انعكس هذا الارتياح ايضا والاطمئنان والطريق نحو الحصول على كاس ابطال اوروبا انعكس ايضا على جماهير السيتي، وكانت طبعا كنا قبل ان نخرج على الهواء مباشره وقبل التتوجه دقائق الاخيره من المباراه كما تسمعون الان ما تزال هذه الاجواء حماسيه. أحمد، وقبل يعني الدقائق الاخيره كان هناك تفضل اكمل اكمل كان هناك طبعا يعني هتافات النصر والفوز نعم كان هناك هتافات لها علاقة بموضوع الفوز وأنه الكأس أصبح من حصة يعني عشاق مانشستر سيتي. طيب أحمد، يعني الهتافات ما زالت مستمرة ونسمعها، وأنت لأنك في يبدو في الجزء مخرج الخاص بجماهير السيتي فمفهوم طبعا نحن نشوف هؤلاء الجماهير بهذه الفرحة، لكن على الجانب الآخر كيف رصدت ردود أفعال حتى لو كانت ردود أفعال سريعة وبسيطة لجماهير الإنتر؟
نعم بالفعل، يعني مباشرة سارعت يعني فرق، وهذا لاحظناه طبعا، فرق البوليس يعني الشرطة وعناصر الأمن توجهوا بشكل سريع جدا إلى الضفة المقابلة التي تحتضن طبعا عشاق إنتر ميلان، خشية من أي مواجهات وأي تصادمات أو أي افتعال لأي من المشاكل، طبعا تعبيرا عن حالة الغضب وما له علاقة بموضوع خسارة تاريخية تعتبر بالنسبة لهم، وهم يعني حاولوا قدر الإمكان أو حاول فريق الإنتر في البداية أن يضغط بشكل مباشر، أن يحاول أن يغير تكتيك اللعب من قبل المدرب يعني إنزاغي، وهو موضوع كان طبعا الخطة أو التكتيك المتبع دائما هو موضوع التكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات واستنزاف الخصم واستدراجه وبالنهاية يقوم بلدغه أو لسعه، لكن لاحظنا هذه المرة بأنه كان هناك ضغط كثيف والابتعاد طبعا عن موضوع الدفاع بشكل مكثف والاعتماد على القناصين، لكن هذا الأمر لم ينجح ولم يفلح به الإنتر في هذه الأثناء، لأنه بالمقابل كان السيتي يحاول دراسة الخصم ودراسة تكتيك الخصم طبعا، وهذا ما استفاد منه كما أشرنا، وحقق طبعا الهدف من خلال هجمة يعني مدروسة ونستطيع القول شبه مرتدة، صحيح، وأسفرت طبعا عن حصولها على الكأس. إذن فرق الأمن سارعت بشكل مباشر من هذا المكان الذي نحن نتواجد فيه إلى الضفة المقابلة التي يتواجد فيها عشاق الإنتر أو جماهير الإنتر، خشية من افتعال أي مشاكل أو أحداث غضب وشغب مقارنة طبعا بما يجري الآن هنا من أجواء حماسية، لكن حالة الحزن بشكل عام حسب ما رصدنا وتابعنا تأتي وهي تخيم طبعا على الضفة المقابلة وجماهير الإنتر، لكن البوليس وعناصر الأمن توجهوا إلى هناك مباشرة خشية من أخيرا افتعال أحمد أي أحداث شغب. يعني لمن لم يشاهد المباراة وفي اللحظات الأخيرة، كيف رصدت فرحة بيب جوارديولا واللاعبين لاعبي مانشستر سيتي؟ كيف كانت هذه الفرحة بهذه البطولة؟ نعم، هي لحظات تاريخية لا يمكن أن تنسى، وبالفعل يعني هم الآن طبعا حققوا ورسموا المستقبل، وكانوا يعلمون طبعا بأنه كل يعني ما تم تحقيقه سواء ليس فقط بموضوع على صعيد الألقاب في لقب كأس الحصول على كأس أبطال أوروبا، كان هناك لقب الهداف من يعني هالاند هو الهدف في رصيده 12 هدف، ايضا بروين له ايضا هو صانع يعني الالعاب او يعني يستحق لقب صانع الاهداف برصيد طبعا، او صنع ما يقارب 8 اهداف، روديرجو يعني الذي حقق الهدف في هذه البطوله ايضا، يعني عشاق السيتي يقولون بانه هو من يستحق لقب افضل لاعب في هذه البطوله، اذا حصد يعني السيتي الكثير من الالقاب، وغوارديولا وضع بصمته التاريخية وحقق أول لقب أوروبي، صحيح، على المستوى الكبير يعني في هذا الدوري ثلاثية يعني دوري إنجليزي كأس الاتحاد، صحيح، الإنجليزي كأس إنجلترا، والآن نهائي يعني أبطال أوروبا، إذن يعني الأجواء الحماسية والفرحة والحصول على الكأس والتتويج به يقابله أيضا موضوع الألقاب التي لها علاقة باللاعبين، لا يمكن أن نستثني وتغيب طبعا، نعم، النجوم والكوكبة من النجوم التي يتميز بها فريق السيتي والتي دخل بها غوارديولا إلى هذه البطولة. هو يمكن القول أخيرا أحمد أنه مكاسب السيتي بهذا الفوز وهذه البطولة هي مكاسب بالجملة في هذا اليوم. أشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول، مراسل القاهرة الإخبارية أحمد زكريا.